مرحبا المشاهد الكريم، مشاهد ام درمان، شاشه الحريه وجمال متابع الناس الحي لهذا الصباح. نقول لكل الناس اللي انضمت لمشاهدتنا صباح الخير عليكم تاني، وصباح الخير عليك من جديد ساره. لبيك. و دائما تلقى في المؤسسات الكبيره في قسم كده، انا شخصيا كنت بشوف انه القسم ده في السودان ما مستخدم بشكل امثل، بابه مقفول طبيعي، اسمه قسم الجوده، مطلوب منه عمل كبير جدا جدا. بتلقاه اي مؤسسه تبني على قسم الجوده هو قسم يكون استراتيجي تخطيطي، بيعمل اشياء كثيره للمؤسسات. القسم ده اهماله ممكن يكون احنا محتاجين لتفعيله عشان نقدر نمشي قدام، ونقدر برضو نكون عندنا مقاس لحاجاتنا اللي بنعمل فيها. اي انسان لو بقى في البيت محتاج انك يكون عندك قسم جوده في البيت عشان تقدر تضبط حركه البيت، عشان تقدر تجود في تربيتك، في اشياء كثيره جدا جدا. الجوده في حياتنا هو موضوع اليوم في الناس والحياه في فقره مستشارك. جميل. زي ما ذكرت الشرقاوي، احنا محتاجين للجوده في حياتنا، في سلوكنا، في تعاملاتنا الانسانيه برضو، محتاجين انه احنا نضبط المساله بتاعت الجوده دي. وافتكر انه المساله بتاعت الجوده دي ما بتضبط فقط بمؤسسه او قسم او دراسه. اذا على المستوى الشخصي بتضبط من خلال السلوك، من خلال التربيه، من خلال المقاييس والمعايير واختلاف التعاريف المختلفه اللي بتمر بينا في حياتنا. لكن لا ضرر انه يكون في منهجيه علميه بتدعم مفهوم الجوده وترسخ للجوده في مختلف المهام العديده. مستشارك اليوم بضيافة باشمهندس عبد العزيز محمد صديق، مدير معمل الجودة شركة الخرطوم لبترو كيماويات. أهلا بك صباحا باشمهندس. مرحبا بكم، وسعيد جدا على أني أكون ضيف على الناس والحياة، وسعيد أكثر بقناة أم درمان المحبوبة للجميع. مرحبا بك، احنا سعداء برضو تكون معنا، وسعداء برضو نتكلم في موضوع الجودة في حياتنا. بداية ندينا فكرة عامة عن الجودة فكرة الجودة، وفكرة عامة عنا في مؤسساتنا، في حياتنا الشخصية، في يومياتنا كده. الجودة يكاد يكون ما في شركة في السودان الآن إلا وموجود فيه قسم بتاع جودة. الجودة معانيها كثيرة، أقرب شيء للناس إنه هو معيار الناس بتتعامل به على أحسن منتج، أحسن خدمة. الجودة ما عندها تعريف محدد، لكن نقدر نقول هي قصة نجاح منتج، قصة نجاح خدمة. صح، يعني الناس في المؤسسات الجودة معروفة بصورة واضحة جدا، لكن للأسف الشديد في المجتمع وفي الحياة المصطلح ما موجود. اختياراتنا كلها ما قاعد تتم على أساس الجودة. ليه؟ ان احنا في الغالب خاصه عندنا هنا في السودان بنعتمد على المتاح، على الاسبقيه ظهور المنتج في السوق. اول خدمه اتقدمت لنا من فلان، شغالين بمبدا يعني الولوف كالتال، او نحن اول ويلف كالتال على صح. فنحن دائما ميالين للي ظهر لنا في البدايه فقط، لكن ما بنعتمد في اختياراتنا انه والله لا، المعايير الموجوده هنا افضل من المعايير الثانيه او الخدمه الثانيه المقدمه لنا من يعني ما بندي نفسنا تعدد الخيارات، عندنا خيار واحد بنستخدمه بالضبط، ما بنمشي نبحث في خيار اخر. نعم، ده الحاصل بالضبط. جميل. طيب اذا كان يعني انت بتتكلم عن انه احنا ما عندنا جوده في حياتنا، ويمكن بنسبه كبيره هي الموضوع ده صح، لكن احنا بنتكلم يعني ما بنطلق على الاطلاق نقول والله احنا ما عندنا جوده في حياتنا، والا ما كان في دراسه، ولا الا كان ما في اقسام مختلفه. لكن بيبقى بعد ذاك انه احنا انتبهنا مؤخرا انه بضروره الجوده في مؤسساتنا، في شركاتنا، في شوارعنا، في بيوتنا. لكن الى اي مدى احنا بعد الانتباه مؤخرا، الى اي مدى تم الانتباه لها، وما هي المعايير نفسها اللي بتتم من خلالها معايير الجوده؟ كلامك جميل استاذه ساره. اكيد يعني اطلاق الحكم من الصعوبه بمكان صحيح، لكن يعني انا من قلت الجوده ما موجوده في المجتمع بصوره عامه، القصد في انه غالب يعني اختياراتنا، غالب توجهاتنا بتكون مبنيه على الاسس اللي انا قلتها قبل شويه. المعايير اللي على اساسها بتقوم الجوده هي حوجه المستهلك ذات نفسه، هو عايز ذات منتج، عايز
اي درجه من الـ من الـ من الجوده، اي درجه من السعر الافضل. دائما احنا في الشركات بنقول دارين نلبي احتياجات الزبون المذكوره والمتوقعه حتى. المذكوره ضمنا والمذكوره كتابه. طيب فعلى الاساس ده المفروض يكون كل المؤسسات وكل الناس اللي بتقدم خدمه للمجتمع يراعوا افضل ما عندهم. وبلوا افضل سعر. دي واحدة من المعايير الأساسية خاصة في وقتنا الحالي. يعني النقطة بتاعتي إنه أنت داير تلبي يعني مطلبات الزبون. في زبون عنده قدرة يدفع، في زبون ما عنده قدرة يدفع، فهو بيراعوا مطلباته، لأنه زي ما في حاجة هاي كواليتي في برضه حاجة هاي كوبي وفي تقليد أقل، اللي هي دي شنو؟ صنفت للزول اللي ما عنده قدرة يدفع. نعم. ده بيسوقنا لشيء ثاني برضه اللي هو الجودة أصلاً مكلفة. يعني وده الشيء اللي بيخلي اغلب او ناس كتار ما يراعوا لان هم يقدموا افضل جوده، خاصه اذا كان يوجد مستهلك بياخذ المتاح فقط. فلذلك الجوده لانها مكلفه بكتار من اصحاب المؤسسات بيلعبوا على وتيره السعر، يقدموا اقل سعر على انه يقدموا هاي كواليتي، جوده عاليه جدا. فلذلك بتلقى انه كثير في تلاعب في المواد الخام، في البروسيس بتاع الانتاج، او حتى الخدمه يعني قد يمكن تقدم للزبون بصوره ما الصوره المطلوبه ولا الصوره المفترضه ان احنا نقدمها له. جميل. في معايير وانظمه تقيس بها الجوده في المؤسسات ولا الموضوع بس مساله بتاعت انه ده الحقق لي ربح اكثر خلاص ده الاجود؟ أكيد في معايير عالمية. وشيء جميل جدا إنه أغلب مؤسساتنا الآن في السودان اتبنت المعايير دي، واحدة من أشهرها الآيزو، هو ستاندر عالمي لقياس الجودة. الناس بتتكلم عنه إنه هو ده النموذج الحي للنجاح، النموذج الحي لتقديم أفضل منتج للزبون. لو لاحظتوا أغلب منتجاتنا في العلامة بتاعت الجودة، عشان كده الناس بقت تقول إذا الآيزو موجودة إذن الجودة موجودة. لكن بتلقى مؤسسات ثانية عندهم أنظمة أكثر جودة من نظام الآيزو ذات نفسه. يعني تخطوا الجودة نفسها. تخطوا. طبعاً المعيار بتاع الآيزو هو بيضع لك المعايير الأساسية اللي أنت كصاحب مؤسسة تكون بيناتهم فقط. لكن المؤسسات الآن خاصة الرائدة منها بيقوموا بعملوا معايير أدقة عشان الجودة تكون في المنتصف. ويقدموا افضل انتاج وافضل خدمه للزبائن والاستهلاك. وفوق ده يعني فوق معايير الجوده هم بيراعوا انه موجود في جهات ثانيه موجوده بتراقب على الجوده. الايزو كمؤسسه عالميه عندها وكلاء في الوسط الان، مثلا في الشرق الاوسط بيجوا يراقبوا بيعملوا اوديتنج اللي هي مراجعه للنظام الايزو، هل هو مطبق؟ هل الشهاده انتم حتى الان ممكن تواصلوا فيها ولا لا؟ طيب دي في المؤسسات. نفس الشيء ده ما موجود في المجتمع، نحن دائما بنفضل انه المواطن يعني يتبنى نظريه الجوده في المجتمع. انا تكلمت عن الايزو، في انظمه ثانيه على سبيل المثال كايزن، واحده من الأنظمة اللي حققت نجاح عالي جدا في مجال الجودة، الناس بتتكلم عنه في تعريف انه هو ده التحسين المستمر. فالتحسين المستمر ممكن يكون في مجتمعنا. يعني صح انتوا يعني في اطار النقاش ساقننا للجانب المؤسسي والمؤسسات والشركات، لكن حتى في المجتمع الناس ممكن انا يومي اتبنى تغيير معين في حياتي، تغيير في مدخل البيت. طيب يا باشمهندس النقطة دي مهمة وأنا كنت عايزة أجيك ليها، لكن يعني أي مفهوم جديد فيه نسبة من الحداثة داخل على المجتمع يشبه المجتمع التقليدي بيحتاج عشان يثبت نجاحه أنك ترفع مستوى الوعي عند المواطن، عشان أنت تقول أنه المواطن بالضرورة يتبنى مفهوم الجودة. المواطن القاعد في المركز، القاعد في الريف، القاعد في الهامش ما عنده معلومة عن الجودة ولا عنده تعريف للجودة، إنه يا أخي المنتج ده إلى أي مدى ممكن يكون مفيد بالنسبة لي، أو على الأقل على سبيل تعاملاتي الإنسانية، هل التعامل ده مثالي ولا هل التعامل ده أقل مثالية؟ التعريف شنو اللي بيخلي المواطن البسيط القاعد في الخرطوم والقاعد في أقصى غرب السودان يكون عنده نفس المفهوم؟ نحن في منتجاتنا وفي خدمتنا
عندنا المعيار الأساسي هو حوجة الزبون. فبالتالي الزبون وهو ماشي للمنتج بتاعه مفروض يكون عنده رؤية مسبقة هو عايز ذات منتج بأي مواصفات، عشان لما يجي يلقى المنتج لابد من يقول هل المواصفات، هل المنتج ده ملبي لمواصفاتي اللي عندي ولا ما، ولا ما ملبي. فدائما المعيار هي المعيار هو حوجة الزبون، لكن في معايير تانية حسب بيئة العمل. على سبيل المثال في معايير تاعت أمن وسلامة، فأنا ما يعني أركز على حوجة المستهلك بتاعه، هو يمكن ما ملم بحوجات الأمن والسلامة والجودة للمنتج. عشان كده إحنا قلنا في معايير المؤسسات بتتبناها حتى غير المضمنة أو المتوقعة للزبون. فأنا داري أقول شنو؟ داري أقول لكل الناس اللي بيسمعونا، الجودة بتحققها أنت كمستهلك. أنت لما تختار فعل الحس بتاع الجودة عندك. الجودة عندها طعم، عندها منظر، عندها إحساس. فخل علي سقف متطلباتك، خلي الجودة بتاعتك دائما عالية عشان تعيش سالم وتكون آمن في مجتمعك. جميل. وفي ناس جميل. طيب الجودة مواصفات والمقاييس، يعني برضو المواصفات المقاييس هي اللي بتعرف بتقيس الجودة بتاعت أو الماتيريال بتاعت الشيء الداخل أو الخارج أو المصنوعات الموجودة. يعني إحنا في السودان عندنا عدد كبير جدا جدا من المنتجات اليومية والمستهلكة اللي ممكن نستهلكها بشكل يومي ودوري، ممكن تكون أقل جودة، ممكن تكون ما خاضعة لمعايير المواصفات والمقاييس، والأشياء زي دي ممكن قاعد تمر عليكم في في في, في أثناء عملكم. ما في حاجة ما خاضعة للمواصفات والمقاييس عشان ما نطلق برضو الشيء على العموم. لكن الآن المواصفات والمقاييس مؤسسة غامة بذاتها عندها رقابة يكاد يكون على كل المنتجات. لكن أنا دائما بقول يعني لما نتكلم في مجال التدريب خاصة ويكون في مواجهة الناس، بقول دائما مجالي أن أقول لهم يا جماعة مثلا المواصفات والمقاييس ما موجودة في المؤسسة ذات نفسها، دي جهة خارجية. على العكس بتلقى مثلا في مؤسساتنا جهة زي الجمارك موجودة داخل المؤسسة، مكاتبه موجودة داخل المؤسسة. ليه حماية المستهلك، ليه المواصفات والمقاييس ما يكونوا مع جوار مثلا للجمارك باعتبار دي جهة خارجية، عشان يكونوا قريبين من المنتج، يكونوا المقاييس دي ياخذوها هم بصورة عشوائية أو بصورة مرتبة، عشان نضمن إنه لا المنتج بتاعنا بيصل للمستهلك بهاي كواليتي، جودة عالية. جميل. طيب جمعية حماية المستهلك سنت قانون ل 2019 بيضمن نسبة بتاع الضمان عالية للمستهلك لمزود الخدمة وللفئات الثلاثة اللي هو بيتعامل معها. افتكر انه ده توسعة للقانون اللي هو جراء انه اذا المواطن لقى انه في سلعة ما مطابقة للجودة، لتعريف الجودة يعني. هل إجراءاته بتتم بسهولة إنه أنا أمشي للجهة المختصة أقدم لها المنتج وبالتالي أنا يعني أخذ تعويضي لنفسي في المقام الأول إنه أنا أخذت لي سلعة ما جيدة ممكن تكون تسببت لي في ضرر وبعد ذاك يعاقب الشخص اللي تعامل معه؟ هل الإجراءات بتتم بسهولة؟ نحن دائما عندنا يعني تشريعات موجودة، القوانين موجودة، اللوائح موجودة، هي موجودة لكن على الواقع، على الواقع غير موجود لسبب خاصة في الجانب البلاغ مثلا. المواطن السوداني يعني عشان امشي اشيل منتج وامشي افتح يعني امشي بلاغ وعريضه واكون اتابع الاجراءات دي بالنسبه لي يعني مضيع للزمن. بتقول انا حقي اساسا في النهايه ما حلقى بالضبط. لا مش قصه انه انا ما القى حقي، لكن انه شايف انه البروسيس طويل. يعني انا امشي واجي راجع وامشي، يعني المفروض انا كل فتره اكون موجود ومتابع الاجراء. الشيء الثاني نحن يعني اصلا يعني في مجتمعنا ميالين لانه يا اخي ده المنتج ده خطا، يا اخي لو سمحت ما تبيعه بس بلغيه، لكن ما بينظر انه قد يمكن من المنتج ده في 1000 بيسز مرقت يمكن يضرروا اخرين. والشيء ده ملاحظ اكثر في المؤسسات، كون الناس اول الموظف يبلغ عن حدث من الصعوبه بمكان بننظر للموضوع وكانه ضرر لشخص معين، نحن ما دايرين نضر شخص معين بعتبار الله يمكن الضرر هيكون اكبر، وبدنا الحنيف بامرنا انه لا ضرر ولا ضرار. فلو نحن بدينا من اول نقطه
وانت عملت الاجراءات اللي اوريدي موجوده وفي قوانين يعني بتتبنى، كان ممكن الضرر ده يقل على الاقل يعني. طب انا ما عملت بالقوانين دي وحصل لي ضرر، يعني سبب لي تسمم المنتج ده سي بيحصل طوال، يعني يبقى المستهلك هنا او الزبون بيكون في يعني وهو بقى في الامر الواقع بالصوره دي، هو يعني بارادته او بغير ارادته هيقوم يتبع فيه الاجراءات، والاجراءات بتمشي يعني. ونحن ذاتنا ماشيين بالبركه بالمناسبه. لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، وناكل ونشرب ونستخدم الاشياء. وعندنا غدر ولا طف. غدر الله ما شاء فعل. غدر الله ما شاء فعل. عندنا السيئه بتاعتنا الجميله دي قاعد نتنازل عن حاجات كثيره. عشان كده ما حنقدر نطبق الجوده. ما حنقدر نطبق، لكن انا عاوزك في ونحن في ماشيين على خواتم هذا اللقاء الجميل والدسم عن الجوده، تدير رسائل لكل البيوت السودانيه والمواطن السوداني بالتحديد في استخداماته وفي الشيء الممكن يحدث له لو استخدم اشياء غير صالحه او تالفه، وكيف يقدر يمشي يبلغ عنها، وكيف يقدر يفتح الباب، يطرق باب انه يا اخي العمل ده حتى لو ما انا محتاج منه قروش ولا محتاج تعويض ولا محتاج شيء، انه يا اخي خلوا انكم انسانيه ما تبيع المنتج الفاسد او المنتج المنتهي. الرساله الاولى اللي عايز اوجهها هي انه الجوده ممكن الناس تطبقها. ما المبدا المثالي اللي من الصعوبه انه الناس تجي تلقاه في ارض الواقع؟ اختياراتنا المفروض تكون مبنيه على اساس الجوده، ما على الوفره، مش على الاولويه. ليه؟ لانه المنتج او الشيء اللي انا بستهلكه قد يمكن يكون ما انا فقط اللي هستهلكه، ابنائي هيستهلكوا، الاسره هتستهلك، واذا كان ذل كلهم ما موجودين يمكن من نفس المنتج ده يتضربوه شخص اخر أكثر حوجة منك، ويمكن الضرر بصورة أكبر. الشيء اللي أنا أقوله، الجودة المفروض من المؤسسات تتبنى دورات تدريبية لعامة الناس في المجتمع، بل حتى من المنابر الناس المفروض تتكلم عن الجودة. ديننا الحنيف بيأمرنا إنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ده شيء أساس في ديننا الحنيف. وده منبع الجودة ذاته. ده منبع الجودة. نحن عندنا الإحسان اللي في نظرنا اعلى من الجوده. فالناس ما تقول انه مبدا الجوده والايزو والكازن دي جاتنا من الايزو من امريكا او دي جاتنا من الدين الاسلامي. من الدين الإسلامي. من الدين الحنيف. فبالتالي من الضروره بمكان انه اي شخص في اي مكان يختار على اساس الجوده. لا من ينظر لشيء منتج او خدمه ينظر لها من ناحيه جودة. لا من يشتري يشتري من ناحية جودة، لا من يذوق يذوق من ناحية جودة. كده نحن بنعيش في مجتمع آمن ومسالم وصحي. جميل. نتمنى ذلك. شكرا لك جزيلا باشمهندس عبد العزيز محمد صديق مدير معمل الجودة وفي شركة الخرطوم لبترو كيماويات. شاكرين لك جدا، وإن شاء الله تمتد مساحة التعاون بيننا وبينكم من أجل توعية المواطن في المقام الأول. شاكر لكم، وكنت سعيد في ضيافتكم. دمكم خفيف علينا. شكرا. وعلى المشاهدين بالتأكيد. شكرا لكم. نعم. الله يشكر لك كثير.